فاكر النت يا عبد الرحمن؟ لا ليه؟ احتياطي يعني يكون يستلزم وجود النت. طيب كده اتفضل يا دكتور عمرو، ابدا السيمينار المسموع بتاعك. السيمينار النهارده يعتمد على التسجيل. حد يا بدل اللي يا عمرو هو ده مش لا ليش؟ برضه اقتراح محترم، ابعتوا على جروب القسم. يا عم انا يا باشا ابعت على كبير يا عم عشان بس الاول بدأ يا معلم. بسم الله. ما ترن تاني. طيب. هنتكلم النهارده على السي تي ان جيوغرافي اوف كرونرز. تمام، احنا هنتكلم الاول على الاناتومي وبعد كده البيشنت بريبريشن والتكنيك وهنشوف ايه. ما هو شو بس هو اللي كشف. شوف على تمام. طب هنا في وجه شبه بين السيريبرال سيركوليشن والكاردياك سيركوليشن. احنا في السيريبرال عندنا الميدل سيريبرال ارتري هو الميجور فيزل، عندنا في الكاردياك الليفت انتيرور ديسيندنج هو الميجور فيزل، في بعد كده اتنين تاني صغيرين اللي هم الليفت سيركم فلكس والرايت كرونري. تمام، البرانشات الاناتومي بيطلع منين؟ هنا ال ده الارش بتاع الاورطه بيطلع من الكرونري ساينس بتاعه، بيطلع الليفت مين كرونري. الليفت مين كرونري ده بيطلع كده قدام شويه، بيتقسم للليفت سيركمفلكس والليفت انتيرو ديسندنج. الليفت انتيرو ديسندنج ده هو الاساسي بتاعنا، هو اللي بيبقى فيه السينوز والليفت سيركمفلكس. في بعد كده بيطلع من الناحيه الثانيه اللي هو الرايت كرونري. في بعد كده برانشات صغيره بيطلع من الليفت انتيرو ديسندنج، ده بيطلع منه سيبتال برانشز والليفت كرونري بيطلع منه مارجنال، وده بيطلع في برانشات صغيره يعني. تمام، يبقى احنا عندنا ثلاثه ارترز اللي هم الرئيسيين، الليفت مين بيديني الليفت انتيرو ديسندنج والليفت سيركمفلكس والرايت اللي هو الرايت كرونري. تمام، ده السي تي انجيو، ادي الاورطه الارش بيطلع منه بيطلع منه الليفت مين اللي هو ده، وبعد كده بيقسم الليفت اللي هو بنسميه اللاد، احنا الليفت انتيرو ديسندنج ده اسمه اللاد، وهيطلع بعد كده اللي هو السيركمفلكس. ادي اهو اللاد مكمل، وادي ايه ال ال سي اكس تمام اللي هو السيركمفلكس بيطلع من الناحيه دي، وده الرايت بيطلع من يعني الاورطه بيبقى فيه كده المفروض بيبقى زي تراي كاسب كده، بيطلع الرايت من الناحيه اليمين وبيطلع الليفت مين اللي هو بيقسم بعد كده ايه ال ادي اللي هو الرايت كرونال. تمام، الرايت كرونال ده بيدي بوستيرو ديسندنج من البرانشات بتاعته، ده برانش مهم برضه، وبيدي البوستيرو لاترال ارتري. البوستيرو ديسندنج ده مهم برضه في السينوز. تمام، الدومينانس في اللي هو المين فاسكولار، في 77% بيبقى الرايت كرونري هو المين، وفي الليفت بيبقى 11% ورايت زي الليفت 15%. تمام، الفينوس مش مهم. المهم دي الاجهزه اللي احنا بنشتغل بيها ممكن على اقل حاجه 64 و80 و160 وهكذا. الاي سي جي جيتد، احنا بنعمل اي سي جي جيتد ده عشان يظبط الصوره، ان احنا في الاول كان ان احنا بناخد الصوره في سايكل معين، في الاول ما كانش فيه اي سي جي جيتد، فكنت تاخد الصوره تطلع مهزوزه مش بنشوف حاجه، فهم عملوا الاي سي جي جيتد ده عشان بناخد الصوره في الاند دايستوليك والاند سيستوليك مع الكارديك سايكل في الاند، الاند سيستوليك والاند دايستوليك نفس الصوره كل حتى نفس السايكل كل مره. اه في هتيجي جايه دي، لا في حاجه اسمها ريتروسبكتيف وبروسبكتيف. تمام، ده الدوز راديشن احنا مع الوقت يعني والاي سي جي كميه الراديشن التعرض للاشعه قلت.
دي الريتروسبكتيف والبروسبكتيف. بصوا كده احنا دي احنا بنصور من الار ار انترفال تمام. دي الاي سي جي جيتد الكاردياك سايكل. الريتروسبكتيف ده بيصور بياخد بيصور الفيزل في كل الار ار انترفال دي كلها. شايف بياخد الصوره كل ده تصور تمام. ده كميه دوز كبيره بتاخد. انت بتصور السايكل كلها بتاخد الار سي الار سي الرايت كروناري والال اس اكس واللاد في كل الانترفال. البروسبكتيف بيصور في اثنين بس, بياخد الصوره في حتتين بس, في 40% في 40% من الار ار انترفال و75% ليه 40 و75. ال 40 دي الاند سيستوليك. الاند سيستوليك دي بيبان فيها الار الرايت كرونر عشان بيبقى الهارت كونتراكتد والرايت مفروض فبيبان. ايه ده موبايل انا تمام. ال 70% ال 70% دي ال 70% دي اللي هي الاند دايستوليك دي بنصور فيها الليفت اللي هو اللاد الليفت كروناري تمام. الناس اللي بتشتغل يعني المفروض بيتقال ان اللي في تاخد ريتروسبكتيف في حالات الاريزميا عشان هو كده كده انت في اريزميا تصورها كلها عشان تعرف تقطع بعد كده براحتك. يعني احنا الريتروسبكتيف ده بيتصور في كل الستيج وبتحصل كتير ان احنا نتيجي الحاله بعد كده يبقى هو خد ال 40 وال 70 وما يبقاش الارتري ظاهر. فاروح انا اجيب الريترو ده انا مصور كل 40 و 50 و 60 اجيبهم واطلع عن الصوره براحتي. لحظه احنا دلوقتي بنصور ريترو بنبقى محددين او طبعا من الاول. طب ده افضل الريترو طبعا عشان عندك الافضل الريترو بس هاي دوز. انت بتصور بتاخد الكل بتاخد الارتريز في كل في 10% 20% يعني بتصور 10 مرات بتصور الارتري 10 مرات. لكن البروسبكتيف بتصور مرتين في 40% و75% بس الافضل عشان تشوف صوره احسن. لذلك احنا في حالات الاريزميا بنعمل ريترو. لو طفل وخايف يتهز بنعمل ريترو. هم في القاهره بيشتغلوا ريترو على طول. اه ممكن الفحص يعمل فحص يصوروا صورتين ما يطلعوش هيضطر يعيدوا فهم بيشتغلوا ريترو. هو بنقسم الار ار انترفال دي من 0 ل 100% اللي هي دي تمام. من ار ار اعتبريها زي الساعه كده 10 من 0 ل 10 من 0 ل 10 في 0 10% 20% 30%. هو ال 40% دي تقابل الاندس ستوليك تقابل في الهارت الاندس ستوليك هو بيصور عليها عشان يصور الرايت كرونري. ال 75 او 70% دي مقابل الاند دايستوليك دي بيصور عليها عشان بتطلع له الليفت الليفت كرونري. الريترو بيصور الكل تمام. بصوا بقى الفرق بين الصوره النان اي سي جي والاي سي جي. ده ديستكشن مش باين. شوفوا بعد الاي سي جي الصوره واضحه. بصوا ده جودي يعني محتاج مش عارفين نسجل تمام. امتى نعمل الكورونري انجيو سي تي؟ عيان هاي ريسك لبالمونري امبوليزم ده هيعمل بالمونري بالمونري هيعمل سي تي بالمونري يعني سي تي انجيو على البالمونري تمام. اللي هو بالمونري امبوليزم جايب شيست بين والدي دايمر عالي والقصه دي. العيان بتوع الاكيوت كرونري العيان الهاي ريسك الاكيوت كرونري اللي هو ابنورمال اي سي جي والبايو ماركر بتاعته عاليه ده مش هنعمل له. ده هيخش على انفيت عشان ممكن يركب ستنت. احنا بنشتغل الانترميديت واللو. عيان لو تو انترميديت ريسك للاكيوت كرونري اللي هو الاي سي جي بتاعه كويس ونورمال بايو ماركرز بس جاي بشيست بين وكده. لو في ما لو ما فيهوش كلينيكال للبلمونري هنعمل له كرونري انجيو تمام. لو ما فيهوش احنا قلنا لو في بلمونري هيعمل بلمونري. لو في انترميديت لو في احنا شاكين في بلمونري او كرونري هنعمل له تريبل رول. التريبل رول ده اللي هو الرساله بتاعتي. التريبل رول ده الفحص بيجيب الكرونري والبلمونري والاورطه مع بعض تمام. لو هو انترميديت لاورتك ديزيز هنعمل له تريبل رول او دبل رول تمام. فيري لو ريسك ده ما بنعمله يعني خلاص ما بيمشي. طيب الاي سي جي جيتد احنا الفحص بيبقى مرحلتين. في مرحله
اللي هو النان اي سي جي جيت ده اللي بنصور بيه الاورطه تحت. لما بنخش على الارش والكورونرز بيبقى الاي سي جي جيت، يعني مش الفحص مش كله بيبقى اي سي جي جيت. الاي سي جي جيت في الحته اللي احنا بنصور فيها الكورونري بس، تمام، واللي هي بتبقى اطول شويه 11 ثانيه عشان بياخد الكورونري. النان اي سي جي جيت دي بتبقى ثانيتين. طب العيان بتاع اللي داخل يعمل كورونري انجيو سي تي ايه البريبريشن بتاعه؟ اهم حاجه الهارت ريت يكون مظبوط، ما يكونش تاكارديك ويكون الهارت ريت مظبوط. فهو ما بياخدش حاجه بيرموس اربع ساعات قبل الفحص، ما بياخدش طبعا كافيين والحاجات اللي هي بتعمل تاكيكارديا، ياخد بيتا بلوكر. في عينين كتير بياخدوا بيتا بلوكر، يعني ده في الشغل بيبقوا هم حاطين بيتا بلوكر على الفحص، عيان الهارت فيه تاكيكارديا يدوله بيتا بلوكر ويستنى شويه، تمام، ميتوبلوكر. اذا كان هو مش بياخد، هو غالبا اغلب العينين بيبقوا اوريدي هايبرتنسيف، بيبقوا بياخدوا بيبقوا واخدين يعني كونكور او حاجه زي كده، فخلاص اللي واخد خلاص. على السي تي بقى على التيبل بنري اشورنس ذا بيشنت مايل تو اورال سيديشن. في عينين بيبقوا ستريس ان هو العين المفروض هيكتم نفسه معايا، بياخد تعليمات انه يكتم النفس، فده بنفهمه الاول القصه هتحصل ازاي عشان ما يبوظش الفحص. شايف الاجهزه ال 64 الاجهزه الاعلى مش محتاج يكتم نفسه؟ لا لا بيكتم نفسه، ان هو عايز المفروض اثناء الار ار انترفال دي يكون كاتم نفسه عشان يصور وهو كاتم عشان ما يتهزش. هو كله ده عشان يجيب الفحص كويس، هو يعني بيتنفس وبس. الريتروسبكتيف بيحل القصه شويه. بريفس اكيوت اور كرونيك عشان اللي هو الكرياتينين، يعني ستيبل فينوس لاين تيستنج بتاع الابيلتي للبريس هولد دي مهمه، دي بخليه الاول بعمله تيست في الاول يمكن نفسه 5 ثواني 10 ثواني قبل الفحص، تمام، مهم بتبلادر عشان ما يقومش كتير. والله لغايه 80 مقبول، يعني تمام، لغايه 80، اكتر من كده بياخد بيتا بلوكر. بيتا بلوكر نستنى لغايه من 40 ل 60 دقيقه بعد ما ياخد، وبعد كده بفحص الهارت ريت تاني وبنركب الاي في هنا، بنديله التعليمات وبنركب الاي سي جي. الاي سي جي ده بيركب على التيبل، يعني هو كانه بيعمل اي سي جي، يعني بيبقى بيعمل الفحص وهو مركب الليز بتاعت الاي سي جي. طيب في هنا الكالسيوم سكور. الكالسيوم سكور ده في كلام كتير، يعني في ناس هو المفروض الكالسيوم سكور، احنا بنحدد الكالسيوم سكور ازاي؟ انا بحط الكيرسور على الحتت اللي فيها كالسيفيكيشن، انا اللي بحطه، تمام، يعني انا باخد بلين للعيان في زي كده وبعد كده بحط له بحط الكيرسور على المناطق اللي فيها كالسيفيكيشن في الكورونري، والجهاز بيحسب لي السكور. الجهاز لوحده في سوفت وير بيحسب السكور. الكتب بتقول ان اكتر من 200 ما يعملش، تمام، بس في الكلينيكال ممكن يكون عيان 500 واعمله. الديستريبيوشن بتاع الكالسيفيكيشن هو المهم، يعني احنا حته كالسيفيكيشن مثلا لقيتها زي كده قافله قافله الارتري كله، واخده يعني بليك كبيره دي، ممكن تطلع مثلا على الفحص على الكالسيوم سكورنج 200، هي حته واحده، تمام، بس دي قافله الارتري كله، انا لو خدت صبغه مش هشوف حاجه. ممكن اعمل بسرعه عشان الناس الناس هات اللي قبلها. ايوه دي ما دي لا يعني انا الشاشه اقوم اشرح الشاشه لازم تبص ده انا دي صوره بلين، تمام، احنا بنعلم على الحتت الكالسيفيكيشن اللي في الكورونري، حته زي دي انا بعلم عليها من بالجهاز بالسي تي زي كده في الستون كده مثلا زي باريس هاوس فيلد بتاع الستون والجهاز، بس انا بعلم على كذا حته على كل كذا يعني اللي في اللاب ده المفروض الليفت انتيرو ديسندنج اقعد عشان يقعد عشان ممكن اشتغل من مكانك وزور البوينتر ده اقعد عشان تبقى اصلا ده هو البوينتر كمل البوينتر ده اللي هو على الشاشه وايدك اليمين على الكتب وايدك على الدريان اطلع على المكتب ايه يا عبده ده عبده تمام الحته بتاعت الكلاسيفيكيشن دي احنا بنعلم عليها والجهاز بيقيس لي السكور بيقيس اللي علمه على اماكن الكلاسيفيكيشن اللي في الكورونري تمام احنا المفروض ده اللات
اللي هو الـ بيطلع كده شمال وينزل كده ال LSX وبيطلع الناحية دي الرايت. هنشوف صور. المهم الكالسيفيكيشن الكتب بتقول 200 اكتر من 200 ما يعملش، لكن احنا ممكن ده العيان ده يطلع اقل من 200 بس ما اعملهوش لانه قافل الكالسيفيكيشن، قافل الارتر كله، فالصبغه مش هتعدى مش هشوف حاجه. الصبغه لو عدت بتجيسها في البدون ويند ولا بغض النظر هو ده سوفت سوفت وير يعني لو استنى مش هتكون احسن عمر. ما تمام ماشي الحال، هي يعني هي اقصد ان احنا انا اللي محدد له مكان الكالسيفيكيشن. يعني هو ده يعني في الميديسان اوضح هو قصدك الكالسيفيكيشن عامل الارت كله يعني في الكونفرنشال مثلا ولا اكسنت؟ ما دي تعدل في الكلينيكال ده اللي احنا بنشوفه. هو الجهاز مش بيحدد، الجهاز بتحط له وبيقيس لك يعني هو ليه سوفت بيقيس بيه السكور. قصدي اقول يعني حاجه ان هو قافل الارتر عشان هو يصير كونفرنشال. اه بالظبط دي اللي انا بقى يعني ممكن يكون 500 بس مش قافل الارتر. اه جاي من عن فوق ومن تحت ومعدي في النص. ومعدين 500 اشتغل. طب انت بتعمل تريسنج على كل نقطه في الكالسيفيكيشن في الكورنر ولا يعني بتعلم؟ هي ليها سوفت، ليها على الجهاز بس. ليها زي يعني زي اللي هي زي كنترول ايه كده، تاخد تاخد زي الروي زي الروي بتاع الانجو العادي. الروي تحط على الكالسيفيكيشن نفسه. وهو جهاز يقيس لك يقول لك دي الكالسيوم بتاعها كذا. مفيش فيديو ولا الكلام ده؟ لا لا. طب انت اول نسيت حته منه ولا حاجه؟ ما هي في الاخر السكور هيكون اجل. ما هو في الاخر الكالسيوم سكورنج دي قصه اوبجكتيف. تمام. يعني انا بشوف الارتري لو في حته مفتوحه والكالسيوم زي ما بقول كده ممكن يطلع 500 كالسيوم سكور واشتغل. لان هو مش جاي في الارتر، هي قصه في الاخر اوبجكتيف. تمام. يعني حد والارتر هيبان كويس في الميديسينال ويندو عشان تحكم. احنا الانجيو مالوش دعوه بالميديسينال، يعني في الانجيو في الاخر ما انت بتقول اشوف صوره اشوفه مقفول ولا لا قبل ما اشوف ايه؟ شوف الارتري مقفول ولا لا بالكالسيفيكيشن اوبجكتيف هشوفه. يعني هو لو يعني زي ده كده هتلاقيه دنس وقافل، يعني غالبا ده الدايمتر بتاع الارتري كله فقافل هيقفل ال هيقفل. احنا قريب خالص هنشتغل ال 128 وهنشتغل ما يا باشا نشوفه. مش فاكر ايه يا باشا خلاص انا دلوقتي قصه الكالسيوم سكورنج دي كلها قصه نظريه. لا طب حلو، انا دلوقتي لازم يبقى عندي كالسيوم عشان يبقى في ستينوزس؟ لا ممكن يكون بليك مش كان نان كالسيفايد. نان كالسيفايد بليك ده دي من ضمن الشروط بتاعت انك تعملها قبل، لكن هو القصه بس ده بتكتب في الريبورت كالسيوم سكورنج كده. يعني في حاجات بتكتب في الريبورت كده الانديكيشن الكومبلين الفحص الكالسيوم سكور بيكتبوا في الاول كده هايبرتنسيف ولا لا، يعني في كذا حاجه بيكتبوا في الريبورت من فوق. طيب امتى ما اعملش كالسيوم سكورنج في عين الكبش؟ ان هو عين الكبش ده اوريدي فيه كالسيوم يعني مسدود مكفول وعملنا باي باس، فهو ما هيطلع لي كالسيوم سكورنج عادي، فانا ما بعتمدش على كالسيوم سكورنج في الكبش. دي حالة عاملة كابج موصل الليما اللي هو الليفت انتيريال ميموري معدي اللاد وراح داخل على الاوبتيوز مارجن. تمام. يعني عدى حتة اللي بتركب في اللاد وصل الليما اسمه لاد ليما لاد جنكشن. احنا بنقيم الليما لاد ده ممكن يكون حاصل يحصل كالسيفيكيشن في الوصلة. تمام. ما بنعملش برضه كالسيوم سكور في حالات الاستنت لان هو اوريدي برضه مركب الاستنت على كالسيفيكيشن، فممكن يكون كالسيوم سكور عالي ومركب، فاحنا ما بناخدش الكالسيوم سكور لا في الكبج ولا في الاستنت. تمام. دي حاله مثلا دي ده كالسيوم قافل الارتري، دي الصوره البلين اللي في الاول ده ما اشتغلوش، ده ما دخلوش انجيو، ده مكفول الكالسيوم جافل انا مع الصبغه هتعدي منين؟ لكن ده حتت هنا وحتت، يعني ممكن كالسيوم سكور بتاع ده يطلع اعلى من ده بس اشتغل ده وما اشتغلش ده. لان ده هنا في حتت في حتت مفتوحه هيعدي فيها الكونتر. بالظبط. اليومن لسه اليومن معاه ورغم ان كالسيوم كتير وفي كذا حته لكن دول في حته واحده بس جافلين يعني ده ما اشتغلوش. اهو ده ما اشتغلوش ده اشتغل. تمام. احنا بنحدد ايه ده خلاص كده عمل الكروناري، احنا بنحدد نسبه الاستينوزس في الكروناري. احنا السيجنيفيكانت عندنا فوق ال 70%.
اللي هو يطلع من عندي يروح يعمل ستنت. تمام. احنا القصه بتاعت النسبه دي برضو هو بيشتف يعني ما في يعني احنا بنقيس نسبه الاوبستراكشن باليوم زي ما بنعمل مثلا في الكاروت الدم. فهي قصه اوبجكتيف. فاحنا مثلا بس اكيد قصه اوبجكتيف يعني لا في ريسنج او كده لا السوفت وير بيجيش لا ما يعني سالت في القصه دي كتير فاخر يعني دكتور احمد اخر مره قال لي اوبجكتيف حتى رسمها لي بورقه اوبجكتيف ممكن عشان يفيد واحد مثلا جابت ارض الواسع سنه واحد ما ده يا باشا اللي بيحصل هم يعني بيبقى الجهاز بيقيس كله سوفت وير ما بيجيش ما عندوش حاجه حتى بقول هو انت الجهاز يقيس هو اذا كان احنا الجهاز في البريفرال ما مش يعني هو انت عشان تجيب الار هو بيجيب الارتل ويلف يمين وشمال ويفرد عشان يجيب ال يعني هو تعتمد على الاكيرسي بتاع الريدر ما بيجيبش الريدر ما بيعملش بريدر اصلا ممكن هو عشان الاكسبيرينس بتاعته هو كلهم حتى الصغيرين بيكتب هو احمد سليمان لما بيخش يراجع النسبه يعني لما بيجي بص القصه دي كلها المهم فيها النسبه ده كل الشغل الحقيقي في الموضوع ده كله يعني هو بيراجع على الريبورت بيبص على كام في الميه في النص عشان هم يقرروا يدخلوا ما يدخلوش يعني هو بعده لك في الاخر ممكن ادخل وكسره هو وخلص وحط ستنت لا لكن القصه دي مهمه جدا اهم حاجه في الموضوع كله ان النسبه طبعا نسبة الاستنوزس يعني نسبة الاستنوزس طبعا هو عاوز يشوف دي ما يعني بليك صغيرة مش عاملة يعني تقريبا زيرو استنوزس بليك صغيرة هنا من واحد ل 49 حتة بسيطة هنا ما هي باشا الصورة ما هي الصورة صغيرة باشا الصورة على اللابتوب أكبر من الصورة على الشاشات الصورة على اللابتوب أساسا لا تعالى هنا باشا تعالى كده بص يا باشا دي بص دي تديها كام؟ تديها هو 50 شويه كده ايوه كده حلو اهي دي بص شايف البليك الصغيره دي عامله 50 60% تمام دي بقى قفلت خالص دي ما دي اكتر من 70 دي يعني ده سيجنيفيكانت الثلاثه دول نون سيجنيفيكانت تمام في بليك هنا صغيره مش عامله يعني كاتبها زيرو دي هنا دخل 50% هنا اكتر من هنا اكتر من 70 ما خلاص ما هو سيجنيفيكانت فوق 70 كله سيجنيفيكانت تمام ال- ال- لما يجي بيصور ده البروسيسنج بتاع الكرونرز بيجي يجيب الارتر كده لوحده عامل زي اليوريتر بتاع السي تي يو يمشي كده معاه ويروح فارده شوف بيتفرد ده 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 اللاد الليفت انتيريور ديسند مع البروسيسنج يجيب الصور بتاعه يجيب الصور بتاعه اللي هم الريتروسبكتيف كلها ويجيب يمشي مع اللاد ده يصور في كل مراحل عشان يجيبوا كده الصوره مفروض ده زي ريفورمات تمام ده اللاد والال سي اكس ده اللاد شوف في حتت اهي فيها ستينوز بس مش سيجنيفيكانت حته صغيره اهي تمام ده هنا فيه سيجنيفيكانت ستينوز ايوه مش شايف الصوره اللي على الجنب الفورمات دي اه ما هي الجهاز يعني الاجهزه بتعمل يعني في يعني ايوه ما بقى عندي في الاناليسيس بيعمل نفس الصوره دي وبيجيب لك الصور دي على كام 64 لا الصور دي على ال 160 كام 160 او لا والجي اللي جوه بيعمل كده كان تلاقيه مثلا فرق يعني ماشي في الاكسيال وماشي معاك الاكسيال تلاقيه بيقسم لك يقول لك مثلا الله على حسب الكونتر بس انت دنسيتي في الحته دي يوم كذا ما حلو تمام ماشي ما هو الجهاز هيقيس بس انت هو بيكتب ما بيجيش من الجهاز يعني هو بيجيش بيفرد هو الارتر زي كده ويلفه يعني ما بياخدش الصوره دي لوحدها بيلف الارتر عشان ممكن يكون حته هنا مش ما فيهاش سيجنيفيكانت تلف من ورا بوستيريور يبقى فيها سيجنيفيكانت وده ال ال سي اكس وده الرايت تمام اهو الرايت ثانك يو يعني ده يا باشا ريتروسبكتيف و 160 الصور دي بتاعت مصر يعني دي من اعلى الحاجات دي اعلى حاجه موجوده ربنا يعينك ان شاء الله لا لا هو 160 هو نفس الجهاز لا ال 128 عندنا 160 وصل 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 و